خلي يشاهدون هذا الضرب. عيد الوطن ترتيبه، احنا سامر مايه، احنا سامر مايه، كل شعب الصراخ صوته. طيب الله اوقاتكم بكل خير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم كما هو معروف صعد متظاهرو ثورة تشرين من حراكهم السلمي، وكان اليوم هو المتفق عليهم 10 من شهر 5، وقاموا بتظاهرات كبيرة في ساحة التحرير، حيث أصيب نحو 10 متظاهرين بجروح فيما انسحبت القوات الأمنية إلى بداية جسر الجمهورية بالقرب من وزارة التخطيط في المنطقة الخضراء بعد وصول المتظاهرين إلى الحاجز الثاني من الجسر. أفادت مصادر صحفية بأن القوات الحكومية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المتظاهرين المتقدمين تجاه الحاجز، وبدأ متظاهرون في وقت مبكر من الصباح اليوم بإجراءات تصعيدية في إطار حملة يجري التحضير لها منذ أيام تحت شعار وعد ترجع الثورة، ردا على تسويف الحكومة لمطالب المتظاهرين ورفضا لتمرير حكومة مصطفى الكاظمي. خلونا نشوف مقطع من ساحة التحرير وبالتحديد في عند جسر الجمهورية، نشوف المقطع ونرجع لكم. خلي يشاهدون هذا الضرب. طبعا وإلى جانب يعني استهداف القوات الحكومية للمتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، كذلك يعني قامت بهذه القوات بإطلاق الماء الساخن على المتظاهرين على جسر الجمهورية باتجاه المتظاهرين، ويأتي هذا في وقت يستأنف فيه المتظاهرون لحراكهم الشعبي السلمي المستمر منذ أشهر منذ أكتوبر لعام 2019. المتظاهرون طبعا أكدوا وهم المرابطون على جسر الجمهورية في بغداد، أكدوا استمرارهم بالاعتصام والتظاهر السلمي حتى تحقيق جميع المطالب الشعبية وفاء لدماء الشهداء، وأشاروا إلى أن تهديدات الميليشيات التابعة للأحزاب الحاكمة لهم لن تثنيهم عن المضي بالثورة حتى إسقاط الحكومة والعملية السياسية بالكامل. طبعا البارحة احنا يعني تم تداول مقطع لرئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي، وتعهد بإطلاق سراح جميع الناشطين والمتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال ثورة تشرين. اليوم هناك تصعيد، يعني يوم أمس تم اختطاف شيخ عشيرة في ساحة التحرير عند خيمة في الساحة، كذلك تم قتل أحد الناشطين وراح نجي على هذا الموضوع بالتفصيل، وشفنا كذلك مقطع راح نشوفه بعدين تم إطلاق سراح أحد الناشطين وكيف كانت يعني آثار التعذيب تبدو واضحة على وجهه، شون يعني آثار الضرب وشون مزينينه بطريقة مهينة. يأتي هذا طبعا بالحديث عن هل يستطيع مصطفى الكاظمي كما قال بأنه سوف يتم تشكيل لجنة تحقيقية جديدة للتحقيق في قتل المتظاهرين كما قال في الأيام في الأشهر الماضية منذ بداية ثورة تشرين ولغاية الآن. طبعا هذا الموضوع يعني أثار الكثير من التساؤلات وكثير من التصريحات من قبل السياسيين حول قدرة مصطفى الكاظمي على التحقيق في هذا الموضوع. معروف بأنه رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بما أنه هو القائد العام للقوات المسلحة فهو يعني المتهم الأول بهذه الجرائم اللي حدثت. مصدر مقرب من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تحدث إلى صحيفة العربي الجديد، وهذا كلام مهم طبعا،
قال فيه بأن هناك جهات سياسية وأخرى مسلحة مقربة من طهران أوصلت إشارات لمصطفى الكاظمي تحذره من أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأعضاء مكتبه ومساعديه خارج نطاق تحقيقاته التي أمر بها. هذا شخصية مقربة تحدث إلى صحيفة العرب الجديد، طبعا لم يكشف عن اسمه. أوضح بأن أغلب أعضاء حكومة عادل عبد المهدي وبمن فيهم عبد المهدي تورطوا في ملف التظاهرات من خلال أوامر أفضت إلى إزهاق أرواح متظاهرين خاصة في الناصرية والنجف عقب حرق القنصلية الإيرانية، وكذلك أحداث البصرة خلال عملية فتح الطرق المؤدية لحقول النفط وقتل الأمن لعدد من المتظاهرين. اليوم المتظاهرين يعني يطالبون بمحاكمة من قتل المتظاهرين، محاكمة من خطف الناشطين، محاكمة من قام بجرح وإصابة أكثر من 30,000 متظاهر سلمي في العراق. هل يستطيع مصطفى الكاظمي وهو كان رئيس للمخابرات ويعلم علم اليقين من هي الجهات أو ما يسمى في أطلقوا عليه الطرف الثالث، هل يستطيع مصطفى الكاظمي فتح تحقيق حقيقي وجدي وواقعي لجلب هؤلاء من رئيس الوزراء السابق ولغاية الآن؟ وهناك حديث أنه عادل عبد المهدي، طبعا كذلك هناك كتاب موقع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم إحالة عادل عبد المهدي وجميع وزرائه إلى التقاعد وإلهم كافة حقوقهم وكافة استحقاقاتهم كما جاء في الكتاب. هذا يطرح تساؤل، هل من المعقول أنه يستطيع محاكمة هؤلاء؟ الجواب ربما يكون لا. نعم، معنا اتصال دكتور أنس من بغداد وهو ناشط في ساحة التحرير. تفضل دكتور أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أبدأ كلامي بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صدق الله العظيم. السلام على الثوار، السلام على الأحرار، السلام على سوح التظاهر المقدسة التي أسيح بها دماء الشرفاء ودماء الغيرة. نعم. أن ما حدث اليوم من تصعيد سلمي وعرض على كلمة سلمي تحت خطين أو قاب قوسين، إنه تصعيد سلمي للحكومات على أمر تاريخها، يعني من 2003 لحد الآن هذا التصعيد موجه لهم وليس فقط لحكومة الكاظمي. حكومة الكاظمي أصلا هي مرفوضة جملة وتفصيلة، جت عن طريق محافظة حزبية بحتة، وأستاذ عمر وإجتي عن طريق وتسلقت فوق دماء الشهداء. عندنا 800 شهيد، عندنا ما يقارب 30,000 جريح قتلوا في سوح التظاهر بدون حق. اليوم قرار مصطفى الكاظمي قرار جدا جدا خاطئ وجدا منبوذ من قبل ثوار التحرير. القرار الذي يقتضي بإحالة حكومة عادل عبد المهدي إلى التقاعد. السؤال القانوني والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف لحكومة مستقيلة وكيف لموظف مستقيل أن يقدم إلى التقاعد؟ بأي سياقات قانونية تم اتخاذ هذا القرار؟ المفروض والأجدر إن كان من مصطفى الكاظمي أن يقدمهم إلى القضاء والكشف عن ما حدث في أحداث منذ 1 أكتوبر لحد هذه اليوم. يوميا ساحات التظاهر تعصي دماء. يجب هذه رسالتنا كرسالة معتصم من ساحة التحرير، أن يقدموا إلى القضاء وأن ينالوا جزاءهم وأن يحاكموا في وسط ساحة التحرير. هذا أقل إنصاف يجب أن ينصفوا، وأخراج جميع المعتقلين بما فيهم المغيب والمختطف علي كاتب، الذي منذ 7 أشهر لا أحد يعرف عنه خبر، اختطفته حكومة الميليشيات وحكومة القناصين. نعم. بالنسبة لتصعيد اليوم، هو رسالة واضحة إلى الحكومة: إياكم إياكم وإياكم ثم إياكم أن تحاولوا تجربة ما فعلته الحكومات السابقة، وأن تكرروا لنا ما قاله العبادي في بداية تسلمه منصبه، حين قال: سوف أضرب بيد من حديد، وسوف 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 وسوف، باعتبارها خطوات لتهدئة الشارع. نقول لكم: لا تراهنوا على قبر المتظاهرين.
ولا تراهنوا على على صبر الثوار، فالثوار لم يعودوا يحتملوا. وطبعا نقول للأصوات النشاز الذي ظهرت كيف تقومون بتصعيد أثناء زمن كورونا. كورونا لم تقتلنا كما قتلنا الأحزاب وكما قتلتنا الدولة. الدولة أبيحت دماءنا بدم بارد. اليوم كان تصعيدنا سلمي لكنه رسالة مبطنة إلى الحكومة العراقية. اليوم يجب وبأسرع وقت أن يكشفوا ما حدث وأن يقدموا جميل الشمري وما شابههم من الحكومات وكل من أطلق النار أو ساند في أطلاق النار أو من أعطى أمر من مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى يومنا هذا. جميعهم مشتركون في الدم العراقي. شلون نفسر دكتور أنس أنه البارحة الكاظمي يعني أمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، قال بشكل فوري، شلون نفسر ويجي ميليشيات تجي تخطف الشيخ علي مذكور اللامي من ساحل التحرير والناشط في التظاهرات أزهر الشمري تم اغتياله، أعتقد أنه استشهد بحسب ما ورد من الناشطين. أزهر الشمري اليوم وصلنا خبر استشهاده. لكن هذه شلون نفسر هذا التناقض؟ يعني هو من باب انه يقول لك احنا راح نحقق واحنا راح نطلق سراح الناشطين وبنفس الوقت الميليشيات والقوات الحكومية مثل ما شفنا اليوم تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين والميليشيات تقوم باغتيال وخطف الناشطين. نعم أستاذ عمر، هذه عبارة عن امتصاص لغضب الشارع، لأن هم مشتركين. إذا تلاحظ أن مصطفى الكاظمي كان ضمن بمنصب رئيس جهاز المخابرات، كان بمنصب يؤول إليه كضمن اللجنة الأمنية التي بادرت بقتل المتظاهرين، هذه المعلومة معروفة. كان أحد التشكيلات التي كان يقودها عادل عبد المهدي حين أعطت الأوامر إلى قتل المتظاهرين، هذا الشيء معروف. لكن نحن كمتظاهرين نطلب منه الجدية. إذا كان جاد بما قاله يوم أمس أو قبل أمس، نطلب منه التنفيذ فورا وليس كوعود سابقة وقد سمعناها كثيرا خلال الحكومات السابقة. نعم، أنا أشكرك دكتور أنس الناشط من ساحة التحرير في العاصمة بغداد كلام معنا، شكرا لك. معنا اتصال من الناشط حيدر من محافظة النجف، تفضل أخي حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. الله يخليك ويسلمك يحفظكم الله. العفو دكتور، ما فهمت السؤال. نعم، احنا اليوم موضوعنا عن التظاهرات أخي حيدر، التظاهرات والتصعيد السلمي من قبل المتظاهرين، ويأتي هذا بالتزامن مع تصريحات ووعود من قبل رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين. بس نشوف اليوم تصاعد، يعني هناك إطلاق رصاص حي على المتظاهرين، قنابل غاز، مي حار على المتظاهرين، البارحة خطفوا شيخ عشيرة من ساحل التحرير وهو ناشط، تم اغتيال الناشط في التظاهرات بالناصرية أزهر الشمري من قبل ميليشيات. شلون نقرأ هذا 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 الموقف؟ نعم حيدر. نعم، طبعا بالنسبة لكل هاي الأحداث اللي حصلت، إن كان مصطفى الكاظمي أو غير مصطفى الكاظمي، ياه اللي يصير من عندهم، إحنا هم راح نتقابل بنفس الأعمال اللي كانت سابقة، لأنه مصطفى الكاظمي واللي قبل مصطفى الكاظمي واللي راح يجي من بعد مصطفى الكاظمي، إذا كان حسب رغبة الأحزاب فهو كلهم من رحم الأحزاب وراح يقابلونا بنفس الشيء، فالأسود ينجب أسود. أما بالنسبة لتصريحات مصطفى الكاظمي، نعم، حسب تصريحاته يعني البارحة واليوم، نشوف أكو جدية للعمل بهم. إذا كانت عنده جدية للعمل ويريد على يريد يبدي صفحة بيضاء مع الشعب، عليه أي قرار يتخذه قبل لا يتخذ القرار وقبل يكون ينفذ. لازم أكو تنفيذ للعمل، مو بس قرار. الحكومة اللي قبله كانت تقرر زين، وعد، هو أول ما استلم وعد بأن المتظاهرين ما راح يقابلوهم بالسلاح وما راح يتعرضون لكل أذى وراح يوفر كل مطالب المتظاهرين زين. اليوم احنا نشوف عكس الكلام، عكس القرارات اللي اتخذها. اليوم اكو شباب جاي تسقط، اليوم اكو دم جاي يروح، اكو اختطاف،
يعني هاي الفترة اللي راحت ما صدم. نعم. اختطاف ماكو، اغتيال ماكو، لأن لما استلم الكابن وأنطى قرارات اللي يسمعها يقول هاي من جانب الشعب وهاي تخدم المتظاهرين. يشردون بعد أو يعني يقول يشردون بعد المتظاهرين ليش تسوين؟ زين ما لهم كل تطبيق. بالعكس اكو دم جاي يصفر، اكو متظاهرين جاي يختطفون. نعم. تمام؟ اثنين اليوم اكو العفو اكو اخبار تسربت لدى الاعلام بان عادل عبد المهدي والكابينه اللي كانت تحكم ويا عادل عبد المهدي انحالت الى التقاعد. نعم. او صدر بهم كتاب الى التقاعد. زين كيف المستقيل يحال الى التقاعد؟ نعم. وين جدية القرارات؟ المطالب اللي طالع عليها الشعب مطالب جدا بسيطة. الشعب ما طالب يعني مطالب صعبة، مطالب جدا بسيطة ويقدرون يقروها بيوم. لن ينقرن بيوم، خلي ينقرن بشهر. يعني هاي الدماء شنو؟ هاي الشباب رخيصة عندهم؟ يعني على قولة أهلنا يوصفون يقولون حطب. يعني هاي الشباب حطب والله عندهم، حطب القراراتهم، حطب البياناتهم، حطب التسويفهم. نعم. يعني انتم شو اليوم اكو يعني يا اخي حيدر، يعني هناك تناقض. نعم اكيد اكو تناقض. نعم. اكيد اكو تناقض، لانه انا اليوم من اقول لك انت راح تمشي بهذا الشارع وكل شيء ما راح يصير عليك، انا موفر لك امن بهذا الشارع. زين اول ما طلع اول ما استلم بين المتظاهرين ابنائنا وواجب علينا حمايتهم، وانا بلغت الدفاع والداخليه ما راح يستخدمون الاسلحه الشوارع. يعني هواي كلام الشيخ ما يحضرني، بس احنا جايين نشوف العكس. اليوم عندنا شباب جاي تسقط، يعني حتى الاخوه الثوار الله يحفظهم بالكوت والنافرية، يعني شنو اللي جاي يسوي؟ نعم. ما سووا فرض تخريب، ما سووا فرض إجرام، من جاي يتقابلون بالرصاص، شنو الإجرام اللي سووه؟ جاي يقول لك محافظ ما أريده، قيل محافظ، قيل محافظ، هذا محافظ قيله ما يريده، شعر صالح ما يريد المحافظ، خلاص أنت اليوم سواء كان الأمر يمك أنت كرئيس وزراء أو كان يم مجلس البرلمان، أرفع مذكرة، احقن دماء. نعم. هذا المحافظ أقيله، أجيب محافظ مكانه، هم فترة انتقالية. نعم. أحقن دماء شعب اليوم جاي يطالب. أنتوا اليوم الموظف الحكومي أو الحكومة اللي هي ينتخبها الشعب غير هي بخدمة الشعب، الشعب من جاي يطالب. يعني أنا صعدتك حتى تخدمني، حتى توفر لي الراحة، حتى توفر لي مطالبي، أنت غير جاي غير تقدم لي الشيء اللي أنا أريده من عندك. اليوم انا شعب من طالع على فرض قضيه، انت لازم توفرها، لانه انت صاعد تخدم لهذا الشعب، انت ما صاعد على مود امتيازات وحمايات سيارات سفر وبعثات. نعم. أنا أشكرك أخي حيدر الناشط من محافظة النجف، كان معنا. ينضم معنا أبو علي والد المخطوف المحامي علي جاسب من محافظة ميسان. أبو علي، البارحة رئيس الحكومة تعهد وأمر بإطلاق سراح جميع الناشطين، ما سمعت خبر على ابنك اللي صار له تقريبا أكثر من 6 أشهر مخطوف؟ حياك الله أستاذ. يا أهلا بك. والله البارحة احنا استبشرنا خير، لأنه نتأمل من رئيس الوزراء الجديد هذا اللي بشارة اللي حتى البارحة، ويعني فرح هواي ناس أمثالي، سواء محتقل او مخطوف، لان موجود اليوم الاف السجناء او عشرات المخطوفين ولا واحد من عندهم. فاحنا نترجى بهذا الشهر الكريم، نريد ابن يطلع لنا وحتى يفرحنا، ويمكن مثل ما هو عنده ابن وعنده اطفال يبوع لهم ويقطع الابن علي، نريد يعاين لهم ويعاين لنا، لانه احنا ما عندنا غير هذا، وعنده أطفال وعنده زوجة وعنده أم مريضة. نعم. فأنا ناشد من خلال قناتكم، أنا ناشد رئيس الوزراء السيد كاظم مصطفى الكاظمي. نعم. مصطفى الكاظمي عفوا. نعم. تناشده لإطلاق سراح ابنك. نعم.
نعم، اللي ما تعرف انت هو وين موجود؟ والله ما اعرف، بس حسب تقارير الامن الوطني. نعم. اللي اسلح بالقمي بالطرحات، لان محددين المكان خلال تقنيتهم، محددين المكان بحهم انصار الله الاوفيان، هم اللي قاموا بخطفه. من اللي خطفه؟ انصار الله الاوفيان. وهو الرجل رئيس الوزراء يعني هم ما ادري، هو صار مدير مخابرات، وقضيه علي قضيه راي عام. نعم بالضبط. وانا متاكد هو من جانب منصبه مدير المخابرات، هو يدري بالمعلومات هذه. واليوم هو رئيس وزراء وقائد عام القوات المسلحه، بامكانه اليوم مجرد تليفون يقدر يحدد مكانه او يحصل عليه او يقدر يستخدم الهيئه، سواء كان عدل او كان ميت. بالفعل. عندك شيء تضيفه ابو علي؟ والله ما عندي شيء غير قضيه علي. نعم. ارياس رجال، هذا الشهر الكريم، هذا شهر الخير، شهر الرحمه، واليوم هو قائد، واليوم هو ابو الشعب يعتبر. فاحنا اريد من عده هاي الاشاره قبل العيد. نعم. ان شاء الله يا رب الله يفرج عنا والله يعينه. واشكر كل من سعانا وكل من وقف وياي، سواء في التواصل الاجتماعي، الشباب اللي بتويتر، بالقنوات الفضائيه، امثال قناتكم هاي القناه الشريفه. نعم. هذا اقل واجب. نعم. هذا اقل واجب ممكن نقدمه لك ابو علي، وان شاء الله يا رب تسمع اخبار طيبه وحلوه عن ابنك والله يفرج عنه. انا اشكرك ابو علي، والد المحامي المخطوف علي جاسب من محافظة ميسان. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هاي رجع الضرب على جسر الجمهورية، هاي العالم جتي. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، يوم أمس أقدمت ميليشيات مسلحة على اختطاف الشيخ علي مذكور اللامي في ساحة التحرير ببغداد، وناشطون قالوا بأن الشيخ تم اختطافه من خيمة اعتصام بني لام في ساحة التحرير، وطالبت قبيلة بني لام بإفراج عن الشيخ علي شيخ قبيلة بني لام. يذكر أن اللامي افتتح خيمة اعتصام في ساحة التحرير ببغداد وأسماها خيمة إرادة الشعب لمساندة المتظاهرين. المتظاهر مرتضى الصافي أكد تعرضه للتعذيب الشديد على يد الميليشيات التي قامت باختطافه بسبب يعني اعتصامه في التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. وظهر الصافي في مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر المقطع أثار التعذيب والتعب الشديد بسبب هذا التعذيب على الناشط مرتضى الصافي. نشوف المقطع ونرجع لكم. طيب اللي تريد تعيش بسلام، أذوني أذوني لأن ردت وطن، كل شيء ما ردت. طيب اللي تريد تعيش بسلام، أذوني أذوني لأن ردت وطن، كل شيء ما ردت. طيب اللي تريد تعيش بسلام، أذوني أذوني لأن ردت وطن، كل شيء ما ردت. يعني مسكين هذا الناشط، شفنا شلون آثار التعذيب اللي على وجهه، وشلون مزيني بطريقة مهينة. يعني مأساة اللي تصير واللي يصير في العراق على يد هذه الميليشيات. هم يدعون نحن في دولة ديمقراطية، بس اللي يحكي الحق واللي يطلع يتظاهر ويطالب بحقه
يتم اختطافه. يعني هذا ممكن ربما قائل يقول يعني هذا محظوظ أنه لم يقتل فقط يعني تم تعذيبه. كذلك الناشط في التظاهرات أزهر الشمري تعرض لمحاولة اغتياله، بحسب الناشطين يعني الدكتور أنس أكد بأنه استشهد الله يرحمه ويعظ الجنة طبعا في محاولة قاموا باغتياله على يد ميليشيات، ميليشيات قامت باغتيال الناشط في التظاهرات أزهر الشمري في منطقة حي سومر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. خلونا نشوف المقطع اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع ونرجع لكم. طبعا كذلك يعني قبل قليل وردت أنباء عن إطلاق ميليشيا ما تسمى ثأر الله أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة البصرة. هذه بداية للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي والله يستر. معنا اتصال أبو حسن من ديالة، تفضل أبو حسن. أهلا وسهلا بك، تفضل. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ رباك خير الحمد لله، علينا وعليك إن شاء الله. الله ربي يوفقكم. الله يتقبل. الله يسلمك. قناة الشريفة الناطقة باسم الشعب. الله يسلمك ويخليك، تفضل. أنا حبيبي هاي الميليشيات مدعومة من إيران، ما حد يقدر، هو هذا مصطفى شو اسمه الكاظمي شو اسمه هذا قبل بساعة وقعوه على اللي يردونه كلهم وقع عليه. وقسموه يمين يا الله صوتوا له، وهو ماكو فايده، يمشي على مسراهم، اي فايده ماكو يمشي على مسراهم. نعم يمشي على مسراهم، شلون يردونه يمشي بيديهم، طرق بيديهم، يوجهونه وين يوجهونه، يوجهونه مو يعني مو رجل دوله، ما فايدهم رجال دوله، هم ناس ميليشيات اصابه جاي ترهيب، باقي بغداد، باقي كل العراق كله باعته وانتهت. هسه بغداد سلسله. نعم. شوارع بغداد سلسله. سيطرات نص بغداد حطانا في سكنه عسكريه. نعم. يعني ابو حسن احنا ايش حصلنا من اللجنه التحقيقيه او اللجان التحقيقيه اللي شكلها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي حول قتل وخطف المتظاهرين وتعذيبهم؟ بدنا نحصل من اللجنة الجديدة اللي شكلها مصطفى الكاظمي وهو كان رئيس مخابرات، يعني ما معقول رئيس مخابرات ما يعرف من قنص ومن قتل من ما يسمى بالطرف الثالث. هم زين يعرفون، هم زين يعرفون، هم زين يعرفون، ونفسهم هم اللجنة هي ليش للجنة هاي، هم ما يقدرون هم شلون يجلل الحضور، هم مثل حاضر المنزل اللي تزعلون يتعايرون، ما حد يعاير واحد، هم سكرية ناس عصابة باقت بغداد، باقت العراق كلها خربتها للخارج. هسه هو هذا هو صدق رئيس وزراء، ما صار اول ما يدق نور المالكي على دقة الموصل. نعم. والرمادي من سلمهن من غرق ابو غريب، غرق ابو غريب النور المالكي. سلم الموصل تسليم، سلم تكريم، سلمه التسليم. هو كل اول ما يدق نور المالكي، هو هذا الراس الكبير الحوت الكبير نور المالكي. نعم. أنا أشكرك أبو حسن من ديالى كان معنا. طبعا كما أشرنا أمر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يوم أمس بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين بشكل فوري، فضلا عن تشكيل لجنة قانونية عليا كما جاء في البيان لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق كما جاء في البيان يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. كما أشرنا كذلك في بداية الحلقة ونعيد هذا التصريح المهم،
لمصدر مقرب من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تحدث فيه ورفض الكشف عن اسمه. مقرب من مصطفى الكاظمي تحدث إلى صحيفة العربي الجديد وقال بأن هناك جهات سياسية وأخرى مسلحة مقربة من طهران أوصلت إشارات للكاظمي تحذره من أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأعضاء مكتبه ومساعديه خارج نطاق تحقيقاته التي أمر بها، وأوضح بأن أغلب أعضاء حكومة عادل عبد المهدي وبمن فيهم عبد المهدي تورطوا في ملف التظاهرات من خلال أوامر أفضت إلى إزهاق أرواح المتظاهرين خاصة في الناصرية والنجف عقب حرق القنصلية الإيرانية، وكذلك أحداث البصرة خلال عملية فتح الطرق المؤدية لحقول النفط وقتل الأمن لعدد من المتظاهرين. هذا المصدر بيّن بأن رئيس الوزراء الجديد يمتلك معلومات كما قال مهمة بقضية قتل وقمع المتظاهرين. يلا خلي يطلعها، خلي يشوفنا، خصوصا فيما يتعلق بعمليات القنص، فهو كان يتابع هذا الملف عندما كان على رأس جهاز المخابرات، خصوصا أن هناك شخصيات حكومية وسياسية وأمنية وعسكرية متورطة بهذا الملف الذي تضغط جهات عدة لمنع فتحه. إذن هو عند المعلومات كاملة، يعني حتى بدون لجنة تحقيقية إذا كان هناك صدقية في الأمر يستطيع فتح هذا الملف والتحقيق مباشرة أو إحالة المتورطين بعمليات القتل بحق المتظاهرين السلميين إحالتهم مباشرة إلى القضاء. معنا اتصال أم أحمد من صلاح الدين، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مشكور على القناة، مشكور برنامجكم وحرات وصوت الشعبية على القناة. الله يسلمك. نشكر يعني نشكركم جزيل الشكر، ونطلب من رئيس الوزراء العفو العام على هالأبرياء، ولو هذه المظاهرات هي همنا كلها بريئة والطالب بحقها. نعم. وما عندنا يعني شيء، وهم يعرفون كل السجناء أغلبيتهم أبرياء وعلى جلودهم، والأبرياء هم كليتهم عندهم أطفال وعندهم عوائل، لازم نشوفهم، لازم نقدر نواجههم، حتى المواجهات اللي غت من حجهم، وما يعني من نعرف ما صيرهم شيء وما شنو، وهو سجن الناصرية. نظم رئيس الوزراء بالكتاب يعني على بخته وبجاهه بدعته وليداته ما وليداته عزيزين عليه يطلقوا الفرح الأبرياء. نعم. الله يوفقكم يا يابا. الله يسلمك أم أحمد، الله يفرج عن كل أبرياء. الله يروح عليك. شكرا أم أحمد. أم أحمد من صلاح الدين، شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر. اتصال أبو فيصل من بغداد، تفضل أبو فيصل. ألو ألو ألو. نعم. ألو. الله يسعدك. أهلا وسهلا بك، حياك الله، يا أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، فليدمرهم الله بأيديهم ويشفي صدور المؤمنين، صدق الله العظيم. أخي العزيز. نعم. أنا متظاهر. نعم. وضد كل حكومة تجي، ولكن الكاظمي مر على أنف كل الميليشيات وحكومة طهران، مر تحت الصواريخ الأمريكية بالبرلمان ساعة بالثنتين بالليل أنا قاعد، ويمررون بها والطيارات المسيرة والصواريخ الموجهة من البحر على البرلمان الخضراء، فمرروها غصبا على أنوفه. استخدموا الطريق الثاني، وهو الطريق الثاني هو القمع بالميليشيات مالتهم الموجودة. أرادوا أن يسقطون الكاظمي وحقيبته الوزارية اللي جابها معه لكي يورطوا هذا الشخص، هو باعتقاد أنه حيمشي أمور البلد ويفتح آفاق مع شعبه، ولكن هؤلاء المنظومة المتشابكة لا يجعلون يمر أي من يأتي خلافهم، ولهذا هم يعرفون قوة أمريكا ودعمة أمريكا، وطلع بومبي صرح
ودعم الجزمة وترامب دعم حكومة المالي، كلنا أنا نعرف ناس سياسيين ونفهم وضع العراق، ولكن لم يجعلوها تمر مرور الكرام. من اللي يخليها تمر؟ الميليشيات وقادة الميليشيات الموجودة في هنا الإيران. هذا العزيز أنت مفضائية وتعرف. نعم. إحنا خلينا نحسب الحقائق. هو الرجل هو قابل يعني هسه ما أنا ترك له ما أحب يعني هسه هو يوجه يقول لهم روح اضربوا المتظاهرين ما ممكن. هو رئيس الوزراء. أكو ماشي ماشي. استاذ أكو ماشي أبو فيصل. يعني اليوم. أبو فيصل. أبو فيصل. نعم. ربما نعم. ربما ربما تقوم ميليشيا بعملية لخطف أو قتل المتظاهرين، لكن أن تتكرر العملية. بس اسمعني تمام. إذا أنا رئيس نعم. وزراء والقائد العام للقوات المسلحة وأعلى سلطة في البلد وما أقدر على ميليشيا، شلون راح أقدر أقود هذا البلد اللي تعداده 40 مليون؟ أحسنت سؤال وجيه سؤال نعم. وجيه. هو قبل يومين مر تشكيله الحكومه وبادر مبادرتين حلوه، رجع عبد الوهاب الساعدي اللي مقبول اجتماعيا من الشعب العراقي، وهاي الحكومه عدنان درجان مقبول اجتماعيا والى اخره. هي المشكله مو بالاشخاص، مو احنا ابو فيصل، احنا عندنا مشكله حتى انت تكون على بينه والمشاهد يكون على بينه. المشكله ليست بالاشخاص، المشكله بالمنظومه بالنظام السياسي. هذه نعم المشكله. نعم مو يعني اليوم انت حضرتك اليوم انت حضرتك يجوز تصير مسؤول بالدوله ها، وجاي انت تريد نعم. تسوي شغل بس ما تقدر. اكو تجي ميليشيا تريد من عندك تريد من عندك كذا منصب، تريد من عندك كذا مليون، تجي يجي حزب اخر كذلك يضغط عليك. العميقه نعم. انا اوصفها بالاغصان المتشابكه لا تحرق بعضها البعض. نعم. هذول جو غصن متشابك، برايمر اشبكهم وهيهم للعراق وراح، عندهم منظومات وعندهم ميليشيات نعم. ولكن انا انطيك يعني كامل للمستقبل. نعم. تراكي أنا من أقرأ الوضع السياسي أقرأ على ضوء سياسي وبعدين أطلع باستنتاجات. نعم. أنا أقول لك مستقبلا إنه سيقضى على كل هاي المنظومة الفاشلة. هذا اللي رأيي يعني. ليش؟ لأنه أولا أمريكا ستدعم هذا الشخص، وإحنا بغض النظر إنه أمريكا مع إيران اللي الوصفه يقول عداوهني، لا أنا أقول لك عداوة حقيقي، وأمريكا جادة التغيير الملالي ما منها يعني ما تعبر سنة 20 سجلها عليها هاي. نعم. وتجي يوم خبرك إن شاء الله تعبر يوم 20 الملالي إن شاء الله نتصل عليك إذا تغير شيء أبو فيصل. نتصل عليه وهذا رقم نعم. يمك وإذا تريد نطلع لك بعوار علنا نعم وبالتلفاز وشخص لك كل الطبقة سوت. أنا اشتغلنا معهم ونعرفهم نعم. ولكن نقبل الكبر ليس بالكفر. نعم. أنا أشكرك أبو فيصل من بغداد، كان معنا أم محمد من بغداد. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا من التحرير. نعم. يا هلا بيش. فاليوم إحنا كنا موجودين ووزعنا هاي عساكر وصار رمي وضربونا دخانيات زين ورشونا بالمي، يعني حتى نتواني وقعنا هناك. نعم. زين وإجا واحد يعني شو أقول لك يعني خاليه صورة صدام الله يرحمه، خاليه صورة رغد، وإجا واحد شايل مسدس بالمطار. من اللي شايلهم؟ بحثية وواحد ما ندري بيه ملثم كفيلك الله. ها يعني دا يتهمكم أنتوا بحثية بقيت خلي اختصر لك الموضوع عني. أي. قال لي إيه؟ قلت له لا بحثية ولا تبعية. كان يقول ها لعدتك شنو؟ قلت له اني مرتله، قلت له اني مو زين والولد وياي. المهم قام هيك طلع مسدس يعني طلع عينك يعني زين يعني ما صايره يعني ميليشيات يعني شو اقول لك يعني احنا نريد قاتل نظام يعني اليوم رشونا بالمي رش والهبل القنابل الصوتيه يعني ماكو الدخانيات الامينه زين والاسعافات ما نقدر نوديهم بان ياخذوهم بالمستشفى يعني ياخذوهم الجرحى ياخذوهم الميليشيات ياخذوهم زين هو هذا كاظم ليش لما خابر ليش ما خابر مقتدى
ليش ما خابر العامري؟ ليش ما خابر الخزعلي؟ هذول ليش ما خابرهم؟ وقال لهم تعالوا من قتل المتظاهرين. حلو غلط؟ نعم. ليش ما خابرهم؟ ليش ما خابرهم؟ ليش؟ يعني هناك يعني شو اقول لك؟ يعني بالمطارات شايلين اسلحه واحنا سندين الحمد لله والشكر. وخليه صور رغد وصور صدام الله يرحمه. زين هم رجال ميت. شنو دخلهم صوره؟ على ياسر. يعني هم شالوا على ياسر. نعم يعني هذه الميليشيات رافعه هاي الصور حتى تشوه صوره التظاهرات. تتهمهم بانهم بعثيه. اي لان احنا بعثيه. بعثيه انتم البعثيه. احنا نعم. بعثيه. رب تصدون المالكي ارجع شي هاني المالكي يعطي الرفعه رواتب ها والناس هنا الارملات مطلقات وما عندها رواتب ليش؟ ليش يعطي الرفعه؟ ليش حلياتك؟ هذول لازم كلهم يتحاسبون. نعم زين كلهم من عادل عبد المهدي وشو يريدك يعني؟ زين ليش هو الكظمامي؟ كظمامي ليش ما خابر ليش ما خابر مقتدى؟ ليش ما خابر الخزعلي؟ ليش ما خابرهم؟ ها تعالوا من قتل المتظاهرين؟ من قتل البسنك؟ من الخطف؟ من الزين؟ جماعة مقتدى اللي يزينون جماعة مقتدى. أنا أقول لك شوف من هاي البداية يعني هو صار له كم يوم من استلم الحكومة مصطفى الكاظمي واليوم صار عنف بحق المتظاهرين وضربهم وهناك إصابات بصفوف المتظاهرين. عنف كلش قوي عنف يعني ما يعني شو أقول لك؟ يعني ركضنا ركض مصاير يعني عساكر وقعوا. زين واحنا سلميين وكل شيء ما بي بينا طردنا وطرد العلم. زين انينا بقول لك انينا ما نقدر ننقل الجرحى للمستشفى المنشيات مراقبتهم ياخذونه يعني حتى المسلمين ياخذوها. زين مطعم التركي مستحلين جماعه مقتدى. نعم زين عمي ما نريدهم ما نريدهم احنا ما نريدهم هو اوت البحر غرد عندنا احنا اني ياهو الغالط عليها هاي مسامحه السماح يا سماح هذا اما هذا تريد السماح من عندك قتلت ابنها قتلت ابنها انت قتلت ابنها يا سماح هذا مقتدى يا سماح نعم تنازل عن السطله واطلع طلعوا ما نريدكم ما نريدكم وهذا شايل المسدس وملثم يا دوله هاي يا دوله يا دولة دولتيش ماكو دولة كلها أحزاب ومنشيات كلها أحزاب ومنشيات يعني اليوم اللي شفناه اليوم ما صاير يعني شو أقول لك أو إحنا بدك واحد عشرة هيك يعني اليوم هيك صارت. نعم الله يحفظكم الله يحفظكم أم محمد الله يحفظكم ويسلمكم أنا أشكرك أم محمد من بغداد كانت معنا. نعم معنا اتصال علي من كربلاء تفضل علي تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم الله. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك حياك الله يا أهلا بك. رمضان كريم. علينا وعليكم إن شاء الله الله يتقبل الله يتقبل. حياك الله. حيا ودوم. حقيقة دكتور اليوم مثل ما تعرف أنه التظاهرات في عموم العراق وبالتحديد في كربلاء المقدسة أتكلمك أنا من كربلاء. حول التظاهرات اللي حقيقة قائمة لحد الآن يعني من اليوم بدأت. نعم. يعني التظاهرات مثل ما تعرف أنه مطالبنا معروفة لدى الجميع أنه محاسبة قتلة المتظاهرين. زين. نعم. وكذلك كانت مطالبنا 11 هي أحد إحدى المطالب هي أرجاع البطل القائد الفريق الركن. عبد الوهاب الساعدي وهذا تحقق اكيد بالمتظاهرين وهاي اكو ناس تقول انه انتم من طلعتوا اكو يعني حققتوا شيء احنا نقول اي نعم حققنا اكثر من اشياء وهاي احدى الاشياء اللي المتظاهرين حققوها بارجاع طبعا على راسها ما حققتوه هو ازاحه الحكومه السابقه وانتم يعني شعاركم الاول والاخير هو تغيير هذه المنظومه تغيير هذه المنظومه اللي مبنيه على المحاصصه وعلى المحسوبيه زين اريد اسالك اخي علي برايك ما الذي يغير من المعادله على الارض بارجاع عبد الوهاب الساعدي الى جهاز مكافحه الارهاب شنو راح يفيد يعني هل من المعقول انه اليوم يقدر
عبد الوهاب الساعدي أن يقوم بإلقاء القبض على هذه الميليشيات اللي تقنص وتقتل وتخطف المتظاهرين؟ هل باستطاعته برأيك؟ والله حقيقة هو رجل معروف لدى العراقيين أنه بنزاهته وبعدم مجاملته وما حقق بالفترات السابقة وخصوصا في وقت داعش نعم زين 2014 او 15 او تحرير فلوجه والموصل انه رجل يعني رجل ميداني ورجل عنده نزاهه وعنده اخلاص في عمله. اما بخصوص انه المتظاهرين انا اشوفها اهم شغله صعبه يعني شغله صعبه انه شغله المتظاهرين وهو الـ 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 يعني ما اتصور انه ولو هو يقدر هو يقدر نعم. بوسعه يقدر لكن انا اشوف انه قتلة المتظاهرين انه صعبه يعني بهذا الواقع انه الامر اعلى من سلطه رئيس الحكومه ورئيس جهاز مكافحه الارهاب ووزير الداخليه ووزير الدفاع اذا النتيجه على الارض يعني صفر نعم مع الاسف نعم دكتور عمر حبيبي المشكله انه اعلى 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 منه انه اكو اشخاص اعلى منه يقدرون يسوون شيء بس هو ما يقدر هو رجل يعني مع جد احترامي له وتقديره تقديري له انه رجل ما يقدر ما بيوسع يسوي يعني الدولة العميقة المتمثلة بالميليشيات اقوى من كل الجهات اللي موجودة في البلد هي هاي المشكلة هنا احنا اللي نواجهها انه احنا من اليوم نشوف رجل يتكلم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظم انه عليك بمحاسبه المقصرين، عليك بمحاسبه قتله المتظاهرين، مقطع يعني حقيقه تاثرنا به يعني احنا كمتظاهرين تاثرنا به وعليك ايضا ب يعني ايضا محاسبه الرئيس السابق زين الرئيس عادل عبد المهدي لان هو حقيقه هو اللي نعم عادل عبد المهدي اللي حقيقة هو اللي 700 شهيد نعم. في حكومته وهو اللي من أدى إلى قتلهم بهذا الدم البارد نعم أنا أشكرك أخي علي من كربلاء كان معنا أعزاء المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله